الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات، وكل سنة طيبين بمناسبة بداية الترم الجديد. هنبدأ مع بعضنا مادة رياضة 2. مادة رياضة 2 هندرس فيها بعض الموضوعات اللي موجودة قدامنا دي. هندرس النهايات والاتصال، هندرس التفاضل، ثم التفاضل الضمني، ثم النهايات العظمى والصغرى للدالة في متغير واحد، ثم التطبيقات الاقتصادية للتفاضل، ثم التفاضل الجزئي، ثم التكامل، وأخيرا هناخد جزء في الرياضة المالية، لأن الرياضة 2 فيها جزء رياضة بحتة اللي هو من 1 لـ7 ده، ثم جزء في الرياضة المالية. بداية هنبدأ بأول موضوع عندنا اللي هو موضوع النهايات والاتصال، وبالتحديد هنتكلم في البداية عن موضوع النهايات. إيه فكرة النهاية بقى؟ فكرة النهاية التعبير عن سلوك دالة معينة. لما المتغير المستقل اللي موجود فيها بيقرب من قيمة ثابتة. بتتكتب ازاي؟ لما باجي اكتب كلمة نهاية بتتكتب ازاي؟ بتتكتب بالصورة الآتية: نهاية، وتحت كلمة النهاية بتتكتب سين وسهم ألف، بتتقرأ نهاية لما سين بتقول لألف، تقول لألف يعني بتقترب من ألف. نهاية دالة سين لما السين بتقول لألف بتساوي صاد مثلا، يبقى السهم اللي موجود ده معناه تقول إلى. طيب إزاي بجيب قيمة نهاية دالة؟ عشان أجيب قيمة نهاية دالة لازم يكون لهذه الدالة قيمة حقيقية معرفة. يعني إيه قيمة حقيقية معرفة؟ يعني أي رقم، سواء كان هذا الرقم موجب أو سالب أو كسر، أي رقم، بخلاف القيم الغير حقيقية. القيم الغير حقيقية ما لاقي ما لا نهاية، سالب ما لا نهاية، صفر على صفر، ما لا نهاية على ما لا نهاية، ما لا نهاية في أي رقم أو زائد أي رقم أو ناقص أي رقم، كل ده قيم غير حقيقية. طب بعمل إيه؟ لما بيقول لي أوجد نهاية دالة معينة، كل اللي أنا بعمله بعوض مباشرة بالقيمة المعطاة. ولما اعوض مباشرة بالقيمة المعطاة، إذا أعطتني قيمة محددة سواء سالب أو موجب أو كسر تنتهي المسألة. لكن لو ما أعطتنيش قيمة محددة، أعطت قيمة من القيم اللي هي ما لا نهاية على ما لا نهاية وصفر على صفر وكلام من كده، لازم نلجأ إلى أسلوب التحليل والاختصار أو نستخدم القانون. إزاي الكلام ده؟ تعال نشوف من بعض الأمثلة اللي هنعرضها. مثال رقم واحد بيقول لي أوجد النهاية لما س بتقول لي 2. أوجد نهاية دالة س لما س بتقول لي 2، س تربيع ناقص 6 س زائد 4. كل اللي أنا هعمله هشيل الس وأعوض عنها بالقيمة المعطاة اللي هي 2. يبقى بدل س تربيع أخليها 2 تربيع، 6 س يبقى 6 في 2 زائد 4، 2 تربيع يعني 4 ناقص 6 في 2 بناقص 12 زائد 4، 4 ناقص 12 زائد 4 هتدي سالب 4. سالب 4 دي قيمة معرفة ولا قيمة غير معرفة؟ قيمة معرفة، طالما رقم موجود عندي يبقى ده قيمة معرفة، وطالما قيمة معرفة يبقى انتهت المسألة عند هذا الحد. نشوف مثال رقم 2 بيقول ايه؟ أوجد نهاية لما السين بتقول لواحد، يعني هشيل السين وعوض عنها بإيه؟ بواحد. سين تربيع زائد 3 سين ناقص 4 على سين ناقص 1. أول حاجة لازم أشيل السين وأحط عن بدلها واحد، تبقى واحد تربيع زائد 3 في 1 ناقص 4 على 1 ناقص 1، تطلع بالشكل ده كده، واحد تربيع زائد 3 في 1 ناقص 4 على 1 ناقص 1 تطلع صفر على صفر. الصفر على صفر دي قيمة محددة ولا قيمة غير محددة؟ قلنا صفر على صفر، ما لا نهاية على ما لا نهاية،
ما لا نهايه في اي رقم او زائد اي رقم او ناقص اي رقم، دي قيم غير معرفه. طب هنا اعطتني قيم قيمه غير معرفه، نعمل ايه؟ نلجأ الى اسلوب التحليل والاختصار. يبقى انا دلوقتي هبتدي اكتب المساله تاني، ولما اكتب المساله تاني لازم اكتب كلمه نهايه. نهايه لما السين بتقول لي 1 س تربيع زائد 3 س ناقص 4 على س ناقص 1 هتساوي نهايه لما السين بتقول لي 1. اعمل تحليل فوق بقى، يعني اللي تحت دي س ناقص 1 مش هتتحلل، هي قيمه اوليه من نفسها. انما س تربيع زائد 3 س ناقص 4 دي حللها داخل قوسين، الس تربيع تحليلها س في س. وطالما القيمه الاخيره سالبه يبقى هيبقى قوس بالموجب وقوس بالسالب. لو القيمه الاخيره موجبه يبقى يا اما القوسين موجبين يا اما القوسين سالبين على حسب اشاره النص. لو اشاره النص موجبه يبقى الاثنين موجبين، اشاره النص سالبه يبقى الاثنين سالبين. انما هنا الاشاره الاخيره بتاعت الرقم الاخير دي ايه؟ سالبه، سالب 4، يبقى قوس بالموجب وقوس بالسالب. وحلل الرقم اللي هو 4 دي تحليلها ايه؟ يا اما 2 في 2 يا اما 3 في 1 يا اما 4 في 1. الاربعه تحليلها يا اما 2 في 2 يا اما 4 في 1. انا عايز رقمين يكون الفرق بينهم الرقم اللي في النص اللي هو 3، يبقى اذا 4 في 1. والكبير اللي هي الاربعه دي ياخد اشاره النص، اشاره النص كانت موجبه عشان كده حطيت موجب عند الكبير، يبقى اذا الاربعه تحليلها 4 في 1 والكبير ياخد اشاره النص اللي هي موجب. هبص هلاقي ان س ناقص 1 هتروح مع س ناقص 1 اللي تحت، هيتفضل لي ايه؟ س زائد 4. اشيل بقى السين في النهايه واحط بدلها 1، يبقى 1 زائد 4 تطلع ب5. بعد ما حللت وعملت اختصار طلعت لي قيمه محدده، يبقى انتهت المساله. مثال رقم 3 بيقول لي اوجد نهاية دالة س لما الس بتقول لي 2. عايز نهاية الدالة اللي هي س تربيع ناقص 4 على س ناقص 2، اشيل الس واحط 2، تبقى 2 تربيع ناقص 4 على 2 ناقص 2 اهي. هتطلع 0 على 0. طب 0 على 0 دي ايه؟ قلنا قيمة غير محددة أو قيمة غير معرفة، يبقى إذا نلجأ إلى عملية التحليل. يبقى هبتدي أكتب الدالة تاني زي ما كانت مكتوبة. النهاية لما س بتقول لي 2 س تربيع ناقص 4 على س ناقص 2، الس ناقص 2 ما فيهاش أي مشكلة بتنزل زي ما هي. طب فوق س تربيع ناقص 4 دي قيمة مربعة، س تربيع والأربعة دي قيمة مربعة وبينهم إشارة سالب، ده بيبقى الفرق بين مربعين. بعمل قوسين، قوس بالموجب وقوس بالسالب، الس تربيع تحليلها س في س والأربعة تحليلها 2 في 2. هيروح برضه س ناقص 2 من فوق مع س ناقص 2 تحت، هيتفضل س زائد 2. في النهاية شيل الس وحط 2، تبقى 2 زائد 2 تطلع بكام؟ ب4. قيمة محددة، يبقى انتهت المسألة. يبقى إذا يا جماعة لما يقول لي أوجد نهاية أي دالة عندما س تقول رقم معين، كل اللي أنا بعمله بشيل الس وأعوض عنها بالرقم المعطى. إذا أعطت قيمة محددة مباشرة انتهت المسألة، ما أعطتش قيمة محددة يبقى لازم نلجأ إلى عملية التحليل والاختصار. طيب ممكن المسألة اللي موجودة قدامي دي أحلها باستخدام حاجة اسمها القانون، إزاي؟ تعال نشوف. القانون بيقول لي ايه؟ القانون بيقول لي لو انا بجيب نهاية لما س بتقول لي ألف، س أس م ناقص ألف أس م على س أس ن ناقص ألف أس ن، يعني الحاجات اللي فوق زي الحاجات اللي تحت، اللي بيختلف فقط الأس، الأس اللي فوق م واللي تحت ن. فالنهاية أقدر أجيبها مباشرة إن أنا أقسم الأس اللي فوق على اللي تحت، م على ن، مضروبة فيه الألف اللي موجودة اللي هي القيمة اللي موجودة دي، أس الفرق بين الأس اللي فوق ناقص الأس اللي تحت، يبقى في ألف أس م ناقص ن. بمعنى المثال السابق ده كان بيقول لي س تربيع ناقص 4 على س ناقص 2، فلما جيت جبته طلع 0 على 0، كانت قيمة غير محددة. فقلت هلجأ للتحليل الاختصار، وفعلا لجأت للتحليل والاختصار وطلعت القيمة في النهاية، وطلعت لي القيمة في النهاية كانت بتساوي 4. طيب
هل ممكن استخدم القانون؟ اه ممكن استخدم القانون. ازاي ممكن استخدم القانون؟ ممكن استخدم القانون بان انا احولها لشكل القانون. ازاي يعني؟ تعال نشوف. ادي النهايه لما س بتقول لي 2، س تربيع ناقص 4 على س ناقص 2. انا عايز اخلي اللي فوق زي اللي تحت. بص هي النهايه لما س بتقول لي 2، س تربيع ناقص الاربعه دي يعني ايه؟ يعني 2 تربيع على س اس 1 ناقص 2 اس 1. اصبح اللي فوق زي اللي تحت، يعني فوق س ناقص 2 وتحت س ناقص 2. اللي بيختلف فقط الاسس، فوق الاس 2 وتحت الاس 1. يبقى بقسم الاس اللي فوق على الاس اللي تحت، 2 على 1 مضروبه في الاثنين اللي هو الرقم ده، اس الفرق بين الاسين 2 ناقص 1 مضروبه في 2 اس 2 ناقص 1. 2 على 1 فيها الاثنين، و2 اس 2 ناقص 1 يعني 2 برضه، و2 في 2 بكام؟ ب 4. يبقى اذا نهايه هذه الداله هتطلع بتساوي 4، وده نفس القيمه اللي احنا طلعناها قبل كده. طيب مثال كمان بيقول لي اوجد نهايه داله س لما س بتقول لي 3. س تربيع س تكعيب ناقص 27 على س ناقص 3 بطريقتين مختلفتين، يعني اجيبها مره بطريقه التحليل والاختصار ومره باستخدام القانون. طيب تعالى الاول، قلنا اول حاجه بعوض بالقيمه 3، يعني اشيل السين واحط بدلها 3، تبقى 3 تكعيب ناقص 27 على 3 ناقص 3، يعني كانها 27 ناقص 27 على 3 ناقص 3 هتطلع 0 على 0، و0 على 0 يعني قيمه غير معرفه. طيب لو حبيت احل بالتحليل والاختصار، التحليل والاختصار س تكعيب ناقص 27 على س ناقص 3، اللي تحت س ناقص 3 ما فيهاش اي مشكله ما فيهاش اي تحليل، لكن اللي فوق س تكعيب ناقص 27 دي قيمة مكعبة، س تكعيب قيمة مكعبة، وال 27 دي قيمة مكعبة وبينهم إشارة ناقص، يبقى ده الفرق بين مكعبين. الفرق بين مكعبين لما أجي أحللها أعمل قوس صغير وقوس كبير. في القوس الصغير هاخد جذر التكعيبي للأولاني، الجذر التكعيبي لس تكعيب بإيه؟ بس. ثم الجذر التكعيبي للرقم، الجذر التكعيبي لل 27 بكام؟ بتلاتة، وبينهم إشارة النص اللي هو سالب، يبقى تاني. جذر التكعيب لس تكعيب س. جذر التكعيب ل 27 3 وبينهم اشاره النص سالبه. وبعدين اجي على القوس اللي كونته ده، اربع الاولاني الس تربيعها س تربيع، ثم اربع الاخراني التلاته تربيعها موجب 9، ثم اغير اشاره النص ادي سالب اخليها ايه؟ موجب، واضرب الرقمين في بعض س في 3 ب 3 س. يبقى مربع الاولاني س تربيع، مربع الاخراني موجب 9، اغير اشاره النص بدل ما هي سالبه تبقى موجبه، و 3 في س ب 3 س. هلاقي ان س ناقص 3 هتروح مع س ناقص 3، هيتفضل لي س تربيع زائد 3 س زائد 9. في النهايه اشيل س واحط 3، هتبقى 3 تربيع زائد 3 في 3 زائد 9، يعني 9 زائد 9 زائد 9 تطلع بكام؟ ب 27. دي طريقه التحليل والاختصار. طيب افرض ان انا عايز احل باستخدام القانون، ممكن؟ اه ممكن. ازاي؟ تعال نشوف. ادي هي س تكعيب ناقص 27 على س ناقص 3، قلت لما رحت عوضت مباشره عطتني 0 على 0، احاول اخليها تاخد شكل القانون. ادي س تكعيب اهي ال 27 يعني كام؟ يعني 3 اس 3 على س ناقص 3. اصبح اهو اللي فوق زي اللي تحت ولا لا؟ اللي فوق زي اللي تحت، فوق س ناقص 3 وتحت س ناقص 3، بس الاس اللي فوق 3 والاس اللي تحت كام؟ 1. يبقى هقسم الاس اللي فوق على اللي تحت، يبقى 3 على 1 مضروبه في الرقم اللي موجود اللي هو 3، اس الفرق ما بين ال 3 وال 1، يبقى 3 اس 3 ناقص 1. 3 على 1 فيها ال 3، وهنا هتبقى 3 اس 2 ب 9، و 9 في 3 بكام؟ ب 27، نفس الناتج اللي احنا طلعناه تقريبا. مثال كمان يا جماعه، لان في بعض المسائل، يعني المساله اللي فاتت دي نفع فيها التحليل والاختصار ونفع فيها طريقه القانون. المثال ده مش هينفع تحليل واختصار، لان انا اقدر احلل س تربيع
واقدر احلل س تكعيب فرق بين مكعبين، لكن لما تكون س اس 5 وس اس 7 مش هقدر احلل، يبقى لازم الجا للايه؟ للقانون. فهنا اما اجي س اس 5 ناقص 32 على س ناقص 4، عايز النهايه لما س بتقول لي 2، اول حاجه هشيل الس واحط بدلها 2، تبقى 2 اس 5 ناقص 32 على 2 اس 2 يعني 4 ناقص 4، هتطلع 0 على 0، وصفر على صفر قيمة غير محددة، وطالما غير محددة يبقى يا تحليل واختصار يا قانون. هنا مش هينفع قلنا التحليل والاختصار لأن السين أس 5 مش هعرف أحللها، يبقى أحاول أخليها شكل القانون. اللي تحت دي سين تربيع ناقص 4، هتبقى سين تربيع والأربعة عبارة عن 2 أس 2. اللي فوق سين أس 5 ناقص 32، ال 32 يعني كام؟ يعني 2 أس 5، لأن لازم اللي فوق يبقى زي اللي تحت. 32 يعني 2 في 2 في 2 في 2 في 2، 2 أس 5. يبقى إذا هتبقى س أس 5 ناقص 2 أس 5 على س تربيع ناقص 2 تربيع. فوق س ناقص 2 وتحت س ناقص 2، لكن اللي بيختلف الأسس، فوق 5 وتحت 2. أقسمهم على بعض هتبقى 5 على 2. في الرقم اللي موجود ده اللي هو 2، أس الفرق 5 ناقص 2 في 2 أس 5 ناقص 2. 2 أس 5 ناقص 2 يعني 2 أس 3، 2 أس 3 ب 8، 8 في 5 ب 40، 40 على 2 فيها ال 20، وال 20 قيمة محددة، وبالتالي تبقى انتهت المسألة. يبقى إذا لما أجي أجيب نهاية دالة معينة يا جماعة، كل اللي أنا بعمله بعوض مباشرة بالقيمة المعطاة. إذا أعطت قيمة محددة انتهت المسألة، ما عطتش قيمة محددة يبقى إما ألجأ إلى التحليل والاختصار ثم أعوض، أو ألجأ إلى طريقة القانون. دول ثلاث تمارين على المسائل اللي إحنا خدناها، موجودة قدامنا أهي. التمرين الأول بيقول لي أوجد نهاية لما س بتقول لي 1 2 س تربيع ناقص 5 س زائد 10. تمرين رقم 2 ورقم 3 عايز الحل بطريقتين مختلفتين. يا ريت التمارين دي تتحل وتبقى تتبعت على جوجل كلاس روم. شكرا، و نتقابل على خير ان شاء الله في المحاضرة القادمة. شكرا.